على كل حال هذا خلاصة أو مختصر ما واجهني في هذه المشكلة. وإلى الآن يعني الناس يقولون ولماذا ما تلتهم بالجامعات وتحصل على دكتوراه؟ أقول لهم يا جماعة أنا أهل بلدي وإن أتيت بألف دكتوراه ما يعترفون بهذا، يعترفون بعلمي ويعرفوني وأنا أعلى من الدكاترة كلهم في بلدي، خلص ولا أحتاج إذا رجعت إلى هناك. وهنا لو أتيت بالدكتوراه أجنبي أجنبي دكتوراه ولا دكتوراه كله سواء. إذا خليني بدل من أن أشتغل برسالة الجامعة خليك أشرح مسلم وأشرح النسائي وأشرح كذا وأشرح كذا، أحسن لهذا لأن هذا خدمة السنة وخدمة طلاب العلم، فهذا أولادي بدلا من هذا. وإلى الآن ما أخذت هذا والحمد لله، ولكن الله سبحانه وتعالى أفاض علي جوده وكرمه وأعيش عيشا هنيئا. من عمل صالحا من ذكر أو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، ومنه محمد والحمد لله حياة طيبة الله أكبر. ولذلك أوصيكم أن تعتمدوا على ربكم وتطلبوا العلم بالإخلاص لله تعالى مهما اتفقت الظروف، والشهادة إن حصلت خير يعني طيب، وإن لم تحصل لا تلتفت إليها، التفت إلى علمك العلم، حصل العلم حتى تذهب جهلك ثم ترشد الناس إليه وتنشر السنة. هذه النية التي ينبغي اعتماد عليها. وأما الرزق فعلى الله، كم من الناس ما يحصل قراءة الفاتحة وعندهم مليارات، فكيف أنت وقد حفظت القرآن؟ هل تظن أن الله يعني يقصر في جانبك؟ ما في تقصير، إنما التقصير هي الاتكال الفاسد وهذا، وتوكلوا على الله وطلبوا العلم لله وسترون نتيجته في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هكذا أتأكد هذا، تعلمون اعلموا هذا واستمعوا إلى هذا القول استماع يعني من ينتفع به. وهذه نصيحتي ووصيتي.